السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا درس اليوم بعنوان الحساب الحرفي كالكول ليترال. إذا كنسميوه الحساب الحرفي ولا الحساب الجبري. علاش سمينا الحساب الحرفي؟ حيث كيتم استعمال فيه حروف دي لاتر اكس ايغريك زد ا ان زد. إذا مثلا ا كتساوي لنا 1 زائد اكس، إذا هنا مستعملين حرف العدد اكس هو عبارة عن عدد مجهول. إذا لاحظوا مثلا إلا بغينا نحسبوا مساحة المستطيل، عندنا ريكتونجل، عندنا لارجور ال، وعندنا لونغور ال غروند ال. إذا مساحة هذا المستطيل كتساوي لنا طول في العرض. إذا هنا عبرنا على المساحة باستعمال حروف، باستعمال دي لاتر. مثلا مساحة المستطيل، إذا المستطيل أو مساحة المربع هي ال مضروبة في ال، إذا يمكن نعبر عليها اف ال هي ال أس 2 ال أو كاري. إذا عبرنا على المساحة باستعمال حروف. الآن غادي نشوفو ريكل ديكريتور إي دو سامبليفيكاسيون. إذا في الحساب الحرفي ملي كيكون عندنا العلامة ديال الضرب، فهاد العلامة كنحيدوها، ولكن فوقاش كنحيدها؟ كنحيدها في ثلاثة ديال الحالات. إذا ملي كيكون عندنا عدد معلوم في عدد مجهول، جوج مضروبة في إكس، إذا هاد جوج مضروبة في إكس باش نبسطو الكتابة كنكتبوها جوج إكس، وأحيانا كنكتبوها جوج نقطة إكس، ولكن هادي هي الكتابة اللي كنستعمل. ملي كيكون عندنا عددان مجهولان ا مضروبه في بي، اذا ا مضروبه في بي كنكتبوها ا بي. اذا انت ملي تلقى ا بي راه كتعني ا مضروبه في بي. وكذلك ملي كيكون عندنا جداء ديال عددين اقواس، اذا كيمكن لي نكتبوها شكل ا ولا جوج زائد اكس، وكنحيدو داك العلامه ديال في واحد ناقص اكس. كملاحظة دائما العدد المجهول كيكون العدد المعلوم كيكون قبل من العدد المجهول. مثلا هاد الكتابة هادي هي كتابة خاطئة، يعني مكنديرش أ جوج، كنديرو جوج أ، جوج عدد معلوم عدد مجهول، إذا هاد الكتابة مكايناش. كذلك هنا عندنا أ بي جوج، إذا هادي خصها تكون مكتوبة جوج أ بي، العدد المعلوم هو الأول عاد العددين المجهولين. مسألة أخرى، دائما جوج مضروبة في ثلاثة، بحال هنا ميمكنليش نحيد علامة في. إذا حنا كنا كنحيدو علامة في ملي كيكون عندنا عدد معلوم وعدد مجهول. إذا حنا عندنا عددا معلوما فميمكنليش ندير حيد في، غتولي 23. إذا هاد العملية ردو ليها البال. الآن غادي نشوفو واحد المثال، دونك سامبليفي لي زيكريتور ليتيرال سويفونت. نبداو بأول إكريتور، عندنا جوج مضروبة في إكس زائد ثلاثة، إذا جوج عندنا جوج مضروبة في إكس زائد ثلاثة، إذا جوج مضروبة في إكس كيمكن نكتبها جوج إكس زائد ثلاثة. بي عندنا سبعة مضروبة في إكس ناقص جوج، إذا سبعة مضروبة في واحد العدد بين قوسين كيمكن لي ندير سبعة إكس ناقص جوج. سي كتساوي لنا تمنية مضروبة في إكس زائد سبعة مضروبة في أ مضروبة في بي ناقص خمسة مضروبة في تسعود. إذا باش نبسطو هاد الكتابة، تمنية في إكس هي تمنية إكس، سبعة مضروبة في أ مضروبة في بي إذا هي سبعة أ ب ناقص خمسة في تسعود. إذا هنا كندير عملية الضرب، ما غاديش ندير خمسة في تسعود، إذا خمسة في تسعود هي خمسة وربعين.